تكون متأخرة رتبة، ويكون الأصل والتركيز على رحمة الله، نعيم الله للمطيعين، للناس الذين يكونون في مواقع رضا الله سبحانه وتعالى. ونأكد لهم أيضا كيف أن هذه الطاعة هي في مصلحتك، كيف أن هذه الطاعة تزرع الطمأنينة في نفسك، كيف أن هذه الطاعة تجلب لك الرزق من الله سبحانه وتعالى، توفقك في حياتك إلى آخر. الأدعية أيضا، إحنا لو نرجع إلى الأدعية نجد أدب الدعاء في القرآن الكريم، وأدب الدعاء عند النبي محمد صلى الله عليه وآله. وعند أهل بيتي عليهم أفضل الصلاة والسلام تركز أيضا على هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يونس: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. برحمتك في سورة النمل آية 20: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تركيز على الرحمة، وأن هي الوسيلة التي من خلالها يدخل الإنسان في الجنة، في عباد الله الصالحين، ينال رضا الله سبحانه وتعالى. نبدأ الدعاء، يقول أدب الدعاء تبدأ بالبسملة التي تتضمن الرحمن الرحيم، وليس المعذب المنتقم الجبار، بل الرحمن الرحيم. كذلك تختم الدعاء عادة هكذا: برحمتك يا أرحم الراحمين. تركيز على الرحمة. الآن أنت قارن بين فصلين دراسي، صفين دراسيين. صف المعلم قاسي شديد، يطبق القانون ولكن بالعقوبة وبالتكشير وبالكلمة القوية إلى آخره، قد ينضبط الصف، ولكن هل بمجرد أن يغيب الأستاذ يكون الصف منضبطاً؟ ما أتصور. هل هناك علاقة بين الطلبة وبين أستاذهم يذكرون بالخير؟ أبداً. شوف الصف الثاني، الأستاذ اللي يحبب نفسه، الأستاذ اللي يبني علاقة إيجابية مع طلبته، الأستاذ اللي كافئ المتميزين من طلبته، الأستاذ اللي ينصح طلبته المتمردين وطلبته اللي ما يتجاوبون معاه في الفصل إلى آخره. هذا الأستاذ المسيطر على الصف، المنفذ للقانون، ولكن من خلال كلمة طيبة وبناء العلاقة الإيجابية والرحمة والمحبة، تجد بأن هذا الأستاذ هو اللي تبقى ذكراه طيبة في نفوس طلبته، وهم اللي يحبونه ويلتفون حوالينه ويبقون علاقتهم معه مستمرة. حتى لو نفذ عقوبة ما في حقي أحد المخطئين بعد إصراره على الخطأ، تجد بأن الكل يلوم هذا الطالب، وتجد بأنه هو أيضاً يشعر بأنه قد أخطأ بعد كل الإحسان الذي وجده من هذا المعلم. هذه الصورة الحقيقية والمفروض أن نقدمها للآخر، صغيراً كان أو كبيراً، عندما نقدم إليه صورة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه الآية فيها شيئين، ملاحظتين. الملاحظة الأولى تقديم المغفرة والرحمة، والأمر الثاني اللي قد ما نلتفت له والتفاتة لغوية جدا لطيفة، شوف: نبئ عبادي أني أنا، يعني الذات الإلهية، أني أنا الغفور الرحيم. ما قالت الآية وأني أنا المنتقم الجبار مثلا، لا، وأن عذابي. هناك كلام عن الذات، وهني كلام عن الفعل، في إشارة لطيفة بليغة بأن الأنسب والأولى والأصل في الله سبحانه وتعالى أنه يريد الرحمة بعباده، المغفرة لعباده. نعم، قد تصدر منه العقوبة فيما لو تمرد وأصار ولم يستغفر ولم يتوب ولم وارتكب الجرائم في حق الآخرين وإلى آخره. حين ذاك الإنسان بعد تمرد ومصر على التمرد، وفتحت له أبواب التوبة إلى أن تصل النفس ها هنا وهو مصر. مثل هذا الإنسان موضوع آخر، ولكن أغلب الناس تشملهم رحمة الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى: ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل 100 رحمة
وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض من المئة. كل هذه الرحمات التي نشاهدها هي نسبة 1% من الرحمة الإلهية، فقسمها بين خلقه، بها يتعاطفون ويتراحمون، وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. إيش كثر هذا الحديث يفتح أمل، يفتح أبواب أمل بالنسبة للإنسان اللي عنده عقل، الإنسان اللي عنده شعور، الإنسان اللي يحترم نفسه. وبالتالي هذه الصورة من المفترض أن نقدمها للآخرين عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصورة بهذا الشكل، فلماذا دائما نصر؟ إن كذبت تدخل النار، ما صليت تدخل النار، إلى آخره. نحتاج أن نعيد برمجة خطابنا ونعيد برمجة نفسنا، لأن أنا ذكرت في البداية هذا انعكاس لمشكلة فكرية عندنا إحنا بالأساس. إحنا يمكن تربينا غلط أو درسنا غلط أو فهمنا غلط، ونعكس هذا الفهم أو هذا المتبنيات على هذه المتبنيات على الآخرين بصورة خاطئة. بالطبع هذا لا يعني أن نهمل جانب العقاب وأن هناك نار، هذا مو معناه نهمله، وإنما هو يأتي متأخراً وليس هو الأصل ولا يكون التركيز عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يدخلنا برحمته في رحمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إله الحق وخالق الخلق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه صلاة الجمعة من ركعتين، ولا تنسوا فضل الدعاء من حين نزول الخطيب من المنبر إلى إقامة الصلاة، ولا تنسوا رص الصفوف وعدم ترك الفرج وتسوية الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد.